أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز المقالات التي نشرتها الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في القدس العربية، هيومن رايتس ووتش تقول طرد أكثر من 2000 نازح قسرا من مخيمات نينوى. في المدى، قرار لمجلس الأمن الوطني يقضي بتصفية مخيمات نينوى من نازحي المحافظات الأخرى. في الهيئة نت، الخروقات الإيرانية الكويتية تخسر العراق الكثير من أراضيه ومياهه الإقليمية. في الخليج العربي، نتنياهو وريفلين يدنسان مدينة الخليل ويتوعدان باحتلالها إلى الأبد. في الشرق الأوسط، واشنطن تفرض عقوبات على النفط الإيراني وترفض إعفاءات للخط الائتماني. في العرب، اللندنية كابول متوجسة من اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان. في العربي الجديد، البرلمان البريطاني يقر تشريعا يمنع بريكست دون اتفاق. من زاوية العناوين نتحول وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال. وفي مطلعه، استمرارا لانحدار العراق المتسارع إلى الدكتاتورية الطائفية بشكلها المقيت، جاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مكاتب قناة الحرة في العراق إثر بثها لتقرير استقصائي عن الفساد الذي يستشري في المؤسسة الدينية. نظير الكندوري يرى في موقع نون بوست أن مصدر انزعاجهم وخوفهم من هكذا تقارير استقصائية هو خشيتهم من أن تصاب قدسية الهالة التي تلف تلك المراجع الدينية وينكشف الغطاء المقدس حولها، وبالتالي فقدانها لقدرتها في التأثير بآرائهم وتوجهاتهم. لماذا هذا الخوف والهلع والتصرفات الهستيرية من مجرد تقرير إعلامي؟ لو كان هذا النظام السياسي بعيد عن شبهات الفساد، ولماذا لم يشاركوا في التقرير حينما دعتهم القناة للمشاركة فيه لتفنيد شبهات الفساد تلك؟ لكن ما هو واضح أن التقرير وضع نقاط مهمة على مواطن الفساد الحقيقية بالعراق، تلك الخاصرة المؤلمة لهذا النظام السياسي الفاسد. الشيء الأكثر غرابة أن الإدانات التي لحقت تقرير قناة الحرة لم تكن فقط من أحزاب السلطة وميليشياتها، بل لحقت بركبهم هيئة النزاهة التي يفترض أن تكون مسؤوليتها الأولى هي كشف الفساد، فأصدرت بياناً نددت فيه بالتقرير وقالت عنه إنه مفبرك، مما يجعلنا نخلص إلى حقيقة مفادها أن كل مؤسسات هذا النظام ضالعة بالفساد ولها دور فيه، وفي مقدمتها المؤسسة التي تدافع عن النظام الفاسد المتمثلة بالمؤسسة الدينية. على النظام العراقي أن يعي الحقيقة القديمة الجديدة التي تقول إن عين الشمس لا يغطيها غربال، والحقيقة لا يطمسها كذب الفاسدين، فمهما اتبعوا من وسائل للتغطية على الجرائم التي يرتكبونها والفساد الذي يمارسونه، فإن الحقيقة تجد طريقها للنور. نظير الكندوري يتابع قائلا إن هيئة الإعلام لم تنتظر إلا يومين على نشر تقرير قناة الحرة حتى بادرت بإصدار قرار بغلق مكاتب القناة لمدة 3 أشهر، بينما سمحت ومنذ سنين لقنوات عديدة ببث السموم الطائفية والتحريضية ليلا نهارا دون حساب ولا رقيب، رغم خطورة ذلك الخطاب الطائفي التحريضي على وحدة الصف العراقي. الآن إلى مقال آخر، وفي مستهله، ما أن تفشل صفقة سياسية أو صفقة سياسي عراقي في الحصول على مآربه لسبب ما حتى يشهر سلاحه الأمضى التهديد، لكن بماذا سيهدد والكل في الهوى سوى كما يقال؟ إنه التهديد بالتحول إلى المعارضة الدستورية،
صادق الطائي يقول في صحيفة القدس العربية إنه عندما نسمع أو نقرأ أسماء من تحولوا أو سيتحولون إلى معارضة برلمانية من الكتل السياسية، عندها لا يمكن أن نصف الأمر إلا بأنه المضحك المبكي. يجب أن نضع في اعتبارنا أن المعارض الجديد الذي يريد أن يمارس معارضته داخل قبة البرلمان لا يمكن أن يتخلى عن مكتسباته التي يتمسك بها في السلطة التنفيذية، وبالتالي نكون إزاء حالة نادرة الحدوث في عالم السياسة، بل ربما لا تمارس إلا في العراق، وهي حالة الوقوف بقدم في الحكومة وقدم في المعارضة. يمكن أن نقول بقناعة كبيرة إن الأمر أولاً وأخيراً هو ضحك على الذقون وبيع كلام، وكما يقال في العراق طبخ حصى، إنها إحدى سمات رثاثة الوضع السياسي الذي نعيشه. كما أن الأحزاب وبعض السياسيين من غير المشاركين في اللعبة السياسية لم يستطيعوا أن يشكلوا معارضة فاعلة في الشارع والحياة العامة تمثل ضغطاً حقيقياً على الحكومة والبرلمان للتحرك باتجاه إصلاح الخلل، بل غالباً ما كان الأمر يحصل بشكل هبات احتجاجية تطالب بالإصلاحات، لكن سرعان ما يتم احتواؤها بالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى. وهذا ما حصل في الحراك الكبير الرافض للبرلمان ولحكومة العبادي على حد سواء في تموز 2015، لكن سرعان ما ركبت موجته أحزاب الحكومة والبرلمان ولعبت اللعبة نفسها، وهي الوقوف بقدم في ساحة الاعتصام وقدم في البرلمان والسلطة التنفيذية. الكاتب يشكك بقدرة كتلة تيار الحكمة البرلمانية التي تحولت إلى كتلة معارضة على تصحيح العملية السياسية ومعالجة الديمقراطية العرجاء من دائها الممتد ل16 عاماً، لأننا ما زلنا أمام كتل متمسكة بإقطاعياتها الحزبية في الوزارات التي تحاول أن تحلبها لتصب الأموال في خزائن أحزابها، وفي الوقت نفسه تصرخ في البرلمان مطالبة بالإصلاح. إلى مقال منشور في صحيفة العربي الجديد وتقول فيه إن عمليات دهم المنازل للمواطنين ليلاً والاعتقالات العشوائية التي كانت تشكل مصدر رعب للسكان في محافظتي الأنبار ونينوى خلال سيطرة تنظيم الدولة عام 2014 عادت من جديد. وتشير الصحيفة إلى أن مدناً وقراً عدة في محافظتي الأنبار ونينوى سجلت عمليات دهم ليلية متصاعدة خلال الأيام الماضية، نفذتها قوات مختلفة تتبع أجهزة الشرطة والأمن الوطني وميليشيات الحشد. وفقاً لمسؤولين محليين في الأنبار ونينوى، فإن قوات عراقية مختلفة نفذت عمليات اعتقال ليلية ودهم لمنازل وتفتيش مبان سكنية في مناطق عدة من المحافظتين، طاولت قرى وبلدات في هيت والرطبة والرمادي والقرمة والبغدادي والمحمدي والبعاج وربيعة والشرقاط، وبشكل أثار الفزع في صفوف السكان، لافتين إلى أن قسماً من عمليات الدهم والتفتيش تلك لم تكن بغطاء من القضاء العراقي. وقال مسؤول محلي في مدينة الرمادي إن عدداً ممن تم اعتقالهم ليلاً في الأيام الماضية تم إخلاء سبيلهم والآخرون لا يعرف عنهم شيء، مؤكداً أن عمليات الدهم والاعتقالات التي تجري ليلاً تخالف توجيهات سابقة للحكومة بعدم ترويع العوائل وإخافة الأطفال والنساء في منازلهم آمنين من خلال كسر الأبواب ورمي القنابل الصوتية أو إطلاق النار في الهواء. واستدرك قائلاً: لكن هذه المخالفات تجري في مناطق بعيدة أو قرى نائية بالعادة لا تصلها تغطيات الصحفيين. في المقابل كشف عضو في مجلس محافظة نينوى طلب عدم ذكر اسمه أن عودة الحملات الليلية تتم خارج الموصل بشكل أوسع من داخلها. وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إن جميع عمليات الاعتقال
والدهمة الليلية التي تنفذها أكثر من 9 تشكيلات مسلحة عنوانها ضرب وتفكيك لخلايا إرهابية أو بقايا داعش، لكنها باتت مصدر رعب للأهالي في تلك المحافظات. إلى مقال جديد. ليس كبيراً الاختلاف في اللغة بين المبعوثين الأمميين أو المبعوثين الأمميين الحالي والسابق إلى سوريا، فكلاهما ملزم باعتبار النظام السوري ركيزة المهمة التي انتدب لها والعملية السياسية التي يفترض أن تؤكد جدوى الأمم المتحدة ونجاحها في وظيفتها الدولية. عبد الوهاب بدرخان يرى في صحيفة الحياة أن تقارير المبعوثين الأمميين دأبت على تجهيل النظام كطرف أو كفاعل تنبغي إدانته أو لومه على أقل تقدير بسبب الجرائم والمجازر التي ارتكبها ضد السوريين. في قراءة للإحاطة الأخيرة للمبعوث جير بيدرسون وهو يقارب إنهاء عام على توليه مهمته، كان واضحاً أن هناك إصراراً وتوسعاً في التجهيل وإغراقاً للمعلومات في العموميات، حتى أنه يكاد يبدو محتقراً ذكاء من يصغي إليه، ولا سيما السوريون، مع أن الرجل مشهود له بالحصافة والرزانة أكثر من سلفه. فعلى سبيل المثال، استهل تقريره بعرض سريع ومقتضب للوضع في شمال غرب سوريا والحملة العسكرية التي تشنها القوات الموالية للحكومة في إدلب، وحين يشير إلى استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والبنى التحتية كالأسواق والمدارس ومخيمات النازحين ومحطات المياه، كذلك إفراغ شبه كامل للقرى وفرار سكانها إلى العراء من دون مأوى أو غذاء أو ماء، فإنه لا يثير المسؤوليات بوضوح. فلا وجود ولا دور لروسيا إلا عندما يقفز فوراً إلى اجتماع الرئيسين الروسي والتركي وتفاهمهما على كيفية تثبيت الوضع في إدلب، ثم يحيي هذه الدبلوماسية رفيعة المستوى لا شيء عن العنف الأقصى للقصف الروسي وسياسة الأرض المحروقة التي تحبذها موسكو، لا شيء عن مشاركة قوات روسية وأخرى لحزب الله وميليشيات إيرانية. الكاتب يقول إن محنة إدلب كانت ولا تزال تستحق من المبعوث الأممي أن يدعو المجتمع الدولي إلى العمل لتفادي تكرار نموذجي الموصل أو الرقة اللتين كان وجود تنظيم داعش فيهما سبباً لتدميرهما واستحالة عودة السكان إليهما بعد تحريرهما. الآن إلى مقال آخر، وفيه كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت أموالاً على قباطنة الناقلات الإيرانية من أجل تسليمها في إطار حملتها لممارسة أقصى الضغوط على طهران لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تمزج بين الترغيب والتهديد خلال اتصالها بقادة تلك السفن. الصحيفة قالت إن المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك عرض على قادة السفن الإيرانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ملايين الدولارات في مقابل تسليم الناقلات التي تحمل النفط الإيرانية إلى دولة يمكن أن تنوب عن واشنطن أو تحذرهم مع شركات الشحن من أنهم سيكونون عرضة للمحاكمة بتهمة مساعدة الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً منظمة إرهابية. وذكرت الصحيفة أن أخيليش كومار القبطان الهندي للناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تترصدها الولايات المتحدة للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا، تلقى في 26 من أغسطس آب رسالة على بريده الإلكتروني من براين هوك عارضاً عليه ملايين الدولارات للإبحار بالناقلة إلى دولة يمكنها احتجازها نيابة عن واشنطن، وتأكيداً على أن الرسالة حقيقية وليست عملية احتيال،
فقد تضمنت رقم هاتف بوزارة الخارجية الأمريكية. وقالت الصحيفة أن تلك الرسالة كانت قبل 4 أيام من فرض واشنطن عقوبات على الناقلة، وإنها لم تقتصر عليه فقط، بل أرسل هوك رسائل لعشرة قباطنة خلال الأشهر الأخيرة حذرهم فيها من دفع ثمن باهظ بخرقهم العقوبات المتعلقة بمساعدة إيران. وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن واشنطن راقبت تحركات الناقلة التي أجرت مناورات في البحر، توحي بأن ربانها ربما كان يفكر في كيفية الرد على العرض. ولكنه بعد يومين من عدم الرد بعث المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك برسالة أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على الناقلة. في زاوية المقالات وصلنا إلى المقال الأخير، وفيه نشرت صحيفة آي البريطانية مقالا كتبته جين ميريك تقول فيه إن رئيس الوزراء بوريس جونسون خسر في جميع خططه أمام مجلس النواب ولم يعد له خيارات أخرى. فأضافت الكاتبة أن خطة جونسون منذ البداية كانت الدفع بمجلس النواب إلى التصديق على القانون الذي سماه وثيقة الاستسلام حتى يرفضه، وبعدها يدعو إلى انتخابات عامة، ولكن الأمور لم تجري بما كان يشتهي رئيس الوزراء. الكاتبة ترى أن رئيس الوزراء تعمد محاصرة نفسه حتى يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة تخرجه من المأزق، ولكن خطة جونسون باءت بالفشل مرة أخرى، لأن إجراء الانتخابات يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يتمكن من الحصول عليه. إذ رأى زعيم المعارضة جيرمي كوربن وعدد آخر من النواب أنها حيلة من جونسون ليفرض بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتضيف الكاتبة أن جونسون لم يعد له خيارات كثيرة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، من بينها أن يستقيل في غضون أيام ليصبح أقصر الرؤساء بقاء في السلطة في تاريخ بريطانيا. وقد أكدت رئاسة الوزراء أن ذلك لن يحدث، والحل الثاني أن يلجأ إلى صيغة أخرى للدعوة إلى انتخابات تتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب فقط، وحتى هذه الصيغة قد لا تنجح بسبب الخلافات الكثيرة في مجلس النواب. أما الحل الثالث فهو أن يعترض مجلس اللوردات على مشروع قانون الخروج دون اتفاق. الكاتبة جين ميريك ترى أنه إذا رفض مجلس اللوردات مشروع القانون الذي تقدم به النواب فإن الأمور ستعود إلى نقطة البداية، ويكون طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مفتوحاً على مصراعيه. من زاوية المقالات نتحول بكم إلى زاوية الأخبار المتنوعة، وبداية بهذا الخبر. قال مسؤولو الهجرة في الفلبين إنه تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً في منطقة الصعود إلى الطائرات في أحد مطارات الفلبين أمس الأربعاء، بعد أن خبأت طفلاً رضيعاً داخل حقيبتها المحمولة بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية. وقال ميلفين مابولاك المتحدث باسم مكتب الهجرة إن المشتبهة فيها كانت على وشك الصعود على متن طائرة إلى الولايات المتحدة دون أن تتمكن من تقديم وثائق سفر للرضيع. وسلمت شركة الطيران المرأة إلى سلطات المطار التي اكتشفت أنها وضعت الطفل داخل حقيبة مربوطة حول خصرها، وأخرجته فقط بعد المرور من قسم التفتيش الخاص بسلطات الهجرة. وقال غريفتون ميدينيا رئيس قسم عمليات الموانئ في مكتب الهجرة إن المشتبه بها قالت إنها عامة رضيع، وإنها كانت تنقل الرضيع إلى الولايات المتحدة لتلقي التطعيمات والمشاركة في بعض الشعائر الدينية. إلى الخبر التالي، وفيه ابتكر 3 طلاب جامعيين إندونيسيين جهازاً يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية.
ويعد الجهاز بحجم بطاقة ائتمان وبنفس سمكها تقريبا، لكنه قد ينقذ حياتك إذا حوصرت تحت الأنقاض بعد زلزال. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن الجهاز الذي يعمل بواسطة تطبيق متاح على نظام مي أبل وأندرويد يصدر إشارة، وهي عبارة عن نبضات صوتية يمكنها رصد تحركات بخفة تردد الأنفاس من على بعد يصل إلى 10 كيلومترات. وقال أحد الطلاب إن فكرة الاختراع مستلهمة من زلزال قوته 7.6 درجة هز بلدته واسمها بادانغ وموجودة على جزيرة سومطرة قبل 10 سنوات، وفقد بسببه صديقا ومعلما، وأصيبت في الحادث ذاته والدته. وحصل الطلاب 3 وهم من جامعة براويغيا على براءة اختراع للنموذج الأولي الذي تبلغ تكلفة صنعه 7 دولارات، لكنهم قالوا إنهم يريدون صنع الجهاز على الوجه الأمثل قبل التفكير بطرحه للبيع. الحياة مليئة بالعجائب إلى الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام الصدى لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.